المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الغفور التواب، سبحان العليم الوهاب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، ولانت لجبروته الشدائد الصلاب، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وهديتنا لدينك الذي ليس به التباس. اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه، اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا منان،
اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، اللهم اجعله شافعا لنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وزدنا به من النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان محكم البيان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا جميعا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن السخط إلى الرضا، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إلهنا إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا، إذا أغلقت الأبواب
وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا أرحم الراحمين يا عظيم المن يا كريم الصفح يا دائم الإحسان يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من يعلم السريرة يا من يعفو ويصفح يا من رحمته وسعت كل شيء يا من رحمته وسعت كل شيء يا واسع المغفرة. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أوصانا واستوصانا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك أنت العلي الأعلى نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم السعادة وممن تحققت لهم البشرى وزيادة وممن تحققت لهم الحسنى وزيادة يا رب العالمين. إلهنا 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 ليس في الوجود غير سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نحن عبادك الفقراء إليك المنطرحون بين يديك هذه نواصينا الخاطئة بين يديك. نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين وندعوك دعاء الخاضعين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم أن تعتقنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونورها ونصرها ورزقها وبركتها وهداها. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة
فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تدخلنا الجنة بغير حساب يا غفور يا ودود يا وهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك أن تنصر المسلمين، نسألك أن تنصر المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الملة والدين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم إن الصهاينة قد بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، نبرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ المسجد الأقصى من المعتدين، اللهم أنقذه من المعتدين المحتلين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وأصلح أحوالهم، وارفع الفقر والجهل والأمراض عنهم، واجعلهم إخوة متحابين معتصمين بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. إلهنا إلهنا نعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وطمأنينتها وعزها ورخاءها واستقرارها. اللهم ارحم موحد هذه البلاد، اللهم ارحم أئمة تتابعوا على حكم هذه البلاد. اللهم خص بالتوفيق والتسديد والتأييد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعله إمام هدى ووالي خير وإصلاح وتقى يا حي يا قيوم. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك، اللهم اجعل ما ألم به طهورا، اللهم أعده للبلاد متوجا بالصحة والعافية يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم وفق النائب الثاني وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم احفظ رموز أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم اجزهم خيرا على ما يقومون به
من خدمة المعتمرين والزائرين والحفاظ على ثغور وأمن البلاد يا رب العالمين. اللهم اجعل ذلك في صحائف أعمالهم وموازين حسناتهم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال يا ذا الجلال والجمال والكمال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم احفظهم من الغلو والتكفير والتفجير والتدمير والتخريب يا سميع يا قريب، واحفظهم من المسكرات والمخدرات ودعاة الانحلال والتغريب يا حي يا قيوم يا سميع يا قريب. اللهم احفظ علينا قيمنا، واحفظ علينا أخلاقنا، واحفظ علينا فضائلنا. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اكفنا شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم احفظهن من دعاة التبرج والسفور والاختلاط المحرم يا رب العالمين. اللهم احفظ محارمنا واحفظ أعراضنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في بلاد المسلمين. اللهم انشر قيم الحق والعدل والتسامح والإخاء بين العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم فاكتبنا ووالدينا من عتقائك من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وأمن وصحة وحياة سعيدة يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجز
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى الآل الأطهار والصحب الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما اختلف الليل والنهار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.